بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة جنة العلوم. سنتطرق اليوم لشكل المنظر الطبيعي وخواص الصخور. سنلجأ إلى هذا العرض التقديمي للأستاذ الفاضل لسري رياض. وضعية الانطلاق: تختلف المناظر الطبيعية بالجزائر باختلاف مكوناتها، والتي من بينها الصخور. من بين مكونات المنظر الطبيعي نصيب الصخور التي تتعرض لعدة عوامل مناخية. طبيعة الحال، المناخ يؤثر على الصخور. يختلف تأثير هذه العوامل المناخية على الصخور بسبب خواص الصخور، يعني خواص الصخور هي اللي تخلي العوامل المناخية تأثر بطريقة معينة أو بطريقة ما. من بين المناظر الطبيعية التي نجدها في الجزائر مثلا الهوغار، صخور البازلت بالهوغار، تظهر هذه الصورة، وكذلك منظر آخر بجالما، هي صخور ملحية إضافة إلى صخور الجنايس بسكيكدا. تتنوع المناظر الطبيعية وتتنوع معها الصخور. المشكل المطروح: ما هي أنواع الصخور السائدة في الجزائر؟ وما هي العلاقة بين خواص الصخور وتغير المناظر الطبيعية؟ يعني كيفاش أنه خواص الصخور تخلي المنظر الطبيعي يتغير ويأخذ شكل ما؟ النشاط الأول: تنوع الصخور في المناظر الطبيعية. تسخر الجزائر بمناظرها الطبيعية التي من مكوناتها الصخور. ومن أهم هذه الصخور نذكر مثلا صخور البازلت، لونها أسود في الطبيعة من كتلة الأتاكور بالهوغار. أخذنا مثال هذا قبل قليل، قلنا صخور البازلت بالهوغار. البازلت هذا لونه أسود داكن يميل إلى السواد، ذو حبيبات معدنية صغيرة ينتج عن الثوران البركاني للافا تحت الماء. يعني أصله ما هو؟ أصله بركاني، من البركان، عندما تخرج الماغما تتبرد ثم تتصلب فتتشكل هذه الصخور. أصله ناري بركاني. هنا لدينا صخر الجرانيت، لكم مثال. احنا نقول مثلا جرانيتو يعني الكراج اللي نصنعوا به، نبنوا به مثلا، هذاك مصنوع من صخور الجرانيت. منظر جرانيتي من كتلة الهوغار، صخر ماغماتي ذو ألوان مختلفة، كذلك أصله من الماغما، منها الوردي والرمادي المنقط. يشكل أغلب صخور القشرة القارية على مستوى الكرة الأرضية. ومنظر آخر للصخور الجنايس، نجد فيها عدة طبقات داكنة وفاتحة وعدة وريقات. صخور تتوضع على شكل وريقات عاتمة رقيقة وفاتحة، يصعب فصل هذه الوريقات عن بعضها البعض، وأكثر سماكة ناتجة عن تحول الجرانيت بفعل الحرارة والضغط. يعني هذا صخر متحول ناتج عن تحول الجرانيت، وبالتالي فهو أصله أنه متحول. أما الجرانيت ماغماتي وكذلك البازلت أصله ماغماتي. ركزوا جيدا على هذه الأصول. أصل أي أصل؟ يعني وش هو الأصل؟ أصل يعني كيف تشكل كل صخر. منظر الحجر الرملي بالصحراء، نجده بصحرائنا الشاسعة، يتكون من طبقات رملية، نجد جبال رملية وأملاح معدنية لاحمة.
يعني تلصق هذه الحبيبات الرملية، يتواجد بألوان مختلفة، نجد فيه الأحمر الأصفر الأبيض كل الألوان مختلف الألوان. وأصله ما هو؟ أصله رسوبي تشكل بفعل الترسبات. صخر الكلسي صخر ذات طبقات متراكبة، فهي صخور رسوبية متماسكة. صخر رسوبي كذلك مثل الرمل، متماسكة وأقل صلابة. كذلك الحجر الرملي أقل صلابة. تصنف إلى نوعين، صخور كلسية ذات منشأ عضوي وأخرى ذات منشأ كيميائي. وأخيرا صخر الغضار وصخر الرسوبي كذلك ذو أصل تفتتي، تشكل بفعل التفتت بفعل عوامل مناخية تؤثر على الصخور فتفتتها. جزيئات دقيقة منها تتجمع فيما بينها وتشكل صخر الغضار، له عدة ألوان وهو صخر هش، وعندما يكون رطب يطلق رائحة تتميز بها التربة المبللة، نجده في قاع الواد عندما تتبلل تلك الجزيئات الدقيقة بالماء ثم يجف الماء، نجدها في قاع الواد مثلا. وكذلك الرمل الشيست صخر متحول، كذلك الرمل صخر رسوبي. كاين عندنا الحجر الرملي وكاين الرمل. الرمل عندما تتماسك جزيئاته تشكل الحجر الرملي، قلنا بفعل الأملاح هي التي تقوم بربط هذه الجزيئات. تعليمات: السؤال الأول، أحصي أهم أنواع الصخور المتراصة المشكلة للمناظر الطبيعية في الجزائر. مثلا البازلت صخر متراص، مثلا الجرانيت صخر متراص، الجنايس صخر متراص، كذلك الشيست. أما الرمل فهو صخر متفتت. أحصي أهم أنواع الصخور القابلة للتفتت أو المفككة. من بين هذه الصخور القابلة للتفتت الصخور الثلاثة الأولى، كل من البازلت والجرانيت والجنايس، هي صلبة جدا لكنها متفاوتة من حيث الصلابة. أما باقي الصخور فهي أقل صلابة، أقصد هنا الحجر الرملي والرمل والغضار والخلس. أما الشيس فهو غير قابل للتفتت، بالتالي الصخور القابلة للتفتت هي الحجر الرملي، الرمل هو أصلا صخر متفتت، الغضار قابل للتفتت فقط بأصابع اليد يمكن أن يتفتت عندما تأتي الظروف المناخية تفتته، كذلك الخلس يتفتت بسرعة. وأخيرا حدد العامل المتسبب في تنوع المناظر الطبيعية في هذه الحالة. من يتحكم في تنوع المنظر الطبيعي؟ من يحافظ على المنظر الطبيعي يعني متماسك يبقى لفترة زمنية طويلة على حاله؟ مثلا جبل من البازلت، من صخور البازلت، مصنوع من صخور البازلت، هو جبل مصنوع من الرمل. من يحافظ على شكله لمدة طويلة؟ من؟ طبيعة الحال الجبل المصنوع من البازلت. من تحكم في ذلك؟ وصخر البازلت المتماسك هنا. أما الرمل فهو متفتت يعني سرعان ما تؤثر الرياح فذلك الجبل يهدم وبالتالي يتغير المنظر الطبيعي، لذلك نجد المناظر الطبيعية في الصحراء تتغير بسرعة على عكس بعض المناظر، مثلا هذه المناظر الثلاثة الأولى وكذلك المنظر المصنوع من صخر الشيست. بالتالي العامل المتسبب والمتحكم في تنوع المناظر الطبيعية هو طبيعة الصخر. إذا كان الصخر صلب وغير قابل للتفتت فهذه المناظر الطبيعية تحافظ على شكلها، أما إذا كانت قابلة للتفتت أو متفتتة يعني سرعان ما يتغير شكل المنظر الطبيعي بسرعة.